حساء بالسمك والخضر، وكذلك حريشات بالزيتون والزعتر والبلبولة. بقاو معايا حتى الأخير. والخميرة البلدية كذلك. المقادير دائما غادي توجدهم في صندوق الوصف بأسفل الفيديو. مرحبا بكم معايا كاملين على مطبخ زيتون الأخضر، معكم هند. يلا هنبداو. غادي ناخدو 200 غرام ديال سميدة البلبولة ديال الشعير. غادي ناخد معاها 100 غرام ديال دقيق ديال الرز. إلا ما عندكمش دقيق الأرز ممكن تستعملوا دقيق القمح الكامل. هنا هاد الوصفة ماشي بدون غلوتين، كنعرفوا الشعير أنه فيه الغلوتين، دوك الناس اللي عندهم حساسية يقدروا يعوضوا هنايا سميدة البلبولة بسميدة ديال الذرة. دونك غادي ناخد هنايا السميدة ديال البلبولة، غادي نضيف عليها زيت الزيتون، غنبسبسها وغنزيد عليها الزعتر والملح، وغادي نضيف عليها 200 ملل من الماء الساخن. غنخليها حتى تشرب وغنضيف بقية المقادير. غنضيف هنا الخميرة الخميرة البلدية تهي ديال الرز. غادي نضيف الزيتون مقطع، تقريبا 50 غرام ديال الزيتون مقطع اسود. الملح والزعتر تيبقاو على حسب يعني واش تبغيوها فيها الملح بالزايد او لا الزعتر يكون بالزايد، فعلى حسب الذوق. بقى لينا دقيق الارز غادي نضيفو، وغادي نضيف الماء تقريبا، غنبقى نضيف فيه بشويه بشويه. الماء غيكون سخون دائما، اللي تقريبا غادي يكون واحد 200 ملل حتى 250 ملل من الماء اللي غنبقى نضيفها بشويه بشويه بشويه. وانا كنخلط في الحرشه ديالي على اساس الحرشه تشرب لينا الماء يعني وتشبع بالماء، عاد نبداو نطيبو فيها. دونك دقيق الارز هنايا كما قلت لكم، الا ما عندكمش ممكن تستعملوا الدقيق الكامل، ولكن صراحه جا مزيان بزاف وخلى العجينه، لانه انا فايت وحطيت حتى الحرشه ديال البلبوله مع دقيق القمح الكامل، وحتى فاش عجنتها وصوبتها كانت شي شويه كتفرتت. بالدقيق ديال الرز خلاها يعني ولات متماسكه اكثر وولات معجنه، يعني جات احسن في العجين ديالها الا درتو دقيق القمح الكامل من قبل. يمكن الا جربتوه دابا بالرز غادي تعرفوا الفرق اللي كاين وكتجي احسن. دونك الماء كما قلت لكم 200 ملل الماء الاولى ضفتها كامله على سميده البلبوله. من بعد بقيت كنضيف ديك 200 حتى 250 ملل من الماء الاخرى، يعني ضفتها تدريجيا. دائما الماء تيكون سخون. الخميره البلديه هنايا الا ما عندكمش ممكن تستغناو عليها وديروا فقط يعني الخميره العاديه ديال الحلوى اولا البيكربونات اوف صودا. غادي ناخذ هنايا المقلاه ديالي وغادي نبدا نطيب في الحرشات، يا اما ديروهم هكا على شكل بالقالب ديال يعني القالب اللي تنحطوه في المقلاه، اولا هي تعجنوها بيديكم. راها ولات يعني العجينه ديالها ولات يعني كطوعكم، وتقدروا تشكلوا بها الحريشات ديالكم وتحطوها في المقلاة ديالكم. هنا سميدة ديال اللي خدامة بها هنا سميدة البلبولة هي سميدة ديال الكسكسو، يعني سميدة غليظة ديال البلبولة. فأنا شنو تندير ليها، كنطحنها قبل واحد طحنة ولا جوج، عاد كنصوب بها الحرشات ديالي باش ما تجيش غليظة بزاف. كيجيو رائعين، كيجيو لذاد بزاف، رطبين هشاش. كنتمنى انكم تجربوهم. بالنسبه للحساء ديال السمك غادي ناخذو هنايا، تقدروا تسميوه هذا الحساء ديال اللي بقى لكم في الثلاجه، اللي بقى لكم في المجمد. دونك هنا غناخذ فيلي واحد ديال الحوت، غادي نديرو في الاناء اللي غنطيب فيه الحساء ديالي مع زويته بلديه، شويه الملح، شويه ديال العصير ديال الليمون، وغنحطو على النار يطيب ليا داك الفيلي. وغناخذ الخضره اللي بقات عندكم في الثلاجه، غادي نحكها بصله، ثومه، قرعه، اللي عندكم في الثلاجه اللي بقى لكم، طريفه الفلفله، اي حاجه باقيه لكم كتحكوها. هنايا الحوته ديالي كنطيبها مزيان في ديك الزويته على اساس تطلق داك الماء ديالها وتطلق المذاق ديالها في ديك الزيت.
وديك الزيت غادي نحيد من بعد الحوته من داك زيت الزيتون، وغنضيف عليها الخضر والروز اللي غنديرهم يتشحروا في هذيك الزويته ديال الحوت. غنحط الحساء ديالي يتشحر، غنتبلو الملح البزار، هنا درت شويه ديال البابريكا، شويه التحميره، شويه ديال زعفران شعره، معلقه كبيره ديال النشا الا بغيتو، ماشي بالضروره حيت نتوما دايرين الروز، راه الروز حتى هو تيطلق يعني النشا اللي تيكون فيه. هنا درت النشا ديال التابيوكا، ديروا نتوما النشا اللي عندكم في المنزل. هنا هذيك الحوته درتها في واحد الكاسرون، كاسرول اللي غنطحنها بالماء طيب، حيدت ليها القشور، تاكدت بلي ما بقى فيها حتى شي قشور، وغادي نطحنها بالماء سخون على اساس نحصل على مرق ديال السمك اللي غنضيفو من بعد على الخضر ديالي اللي شحرتهم في الاول مع الزيت ديال الحوت. دونك غادي نضيف داك المرق ديال السمك، وغادي نرجع الاناء ديال الحساء من بعد يطيب عاوتاني، ديك الرويزه وداك الخضر يطيبوا مزيان، تاكدوا فقط الروز هنا كنخليه بيت ليله كامله من قبل في الماء باش يعني باش يكون يجيكم حتى في الطياب دغيا تيطيب لكم، يكون مفزك ومرطب في الماء. وكنطيبوها، كنضيف السبانخ في الاخير وكنقدموها ساخنه، بالطبع كتجي لذيذه بزاف ورائعه. كنتمنى فعلا انكم غادي تجربوها جوج ديال الوصفات. الا كنتي اول مره تدخلوا القناه ما تنساش دير سبسكرايب لايك وتخلي ليا كومنت، وتهلاو صحتكم، تلقاو فيديوز اخرى ان شاء الله، خليتكم على خير والسلام عليكم.